21 حزيران 1977 انقلاب انتخابي في إسرائيل أوصل الليكود إلى الحكم وفرض تعديلات جذرية في سياسة تل أبيب الخارجية خصوصا تجاه لبنان. بعد شهر رئيس الحكومة الجديد مناحم بيغن أطلق أول مفاجأة من واشنطن، فأعلن أنه لن يترك الأقلية المسيحية في جنوب لبنان عرضة للهجمات الفلسطينية. هذا الموقف الصاعق دفع بالرئيس حافظ الأسد إلى إبلاغ الجبهة اللبنانية في لقاء في 12 آب 1977 قلقه طالبا استبدال سعد حداد الذي كسبته إسرائيل. فأتى جواب كميل شمعون في بيروت حاسما، الإصرار على انسحاب الفلسطينيين وتطبيق اتفاق القاهرة. زلزال آخر ضرب الشرق الأوسط في خريف 1977. الرئيس المصري أنور السادات قلب التاريخ وزار إسرائيل، فانقلبت التوازنات والمعادلات الإقليمية رأسا على عقب. اضطرت دمشق إلى فرز الأوراق وإعادة ترتيب الأولويات والتحالفات. عاد ياسر عرفات إلى دائرة حلفاء سوريا في جبهة الصمود والتصدي لمشروع الصلح المصري الإسرائيلي، واختتمت مرحلة هدنة قمتي الرياض والقاهرة في لبنان. نحن بعد مسار زيارة القدس وقام ديفيد صار في اجتماع مطول، يعني عملنا عدة اجتماعات مع السوريين أنا كنت فيهم كلهم، صار في اجتماع مطول مع الرئيس الأسد يلي شرح لنا وجهة نظر السوريين، يلي خلاصتها تقول بأنه الاتفاق مصر وإسرائيل هو اتفاق فردي منفرد لن يحل كامل المشكلة وسينعكس على كل الوضع العربي بالسوق، لأنه رح يضعف الوضع العربي ورح تستقوي إسرائيل أكثر، ولح يكون في عند لبنان مشكلة أكبر، وهي أنه بعدم حل المشكلة الفلسطينية لح يبقوا كل الفلسطينيين بلبنان. أنا جيت عند الرئيس شمعون وحكيته مطولا، قبله حكيته بهذا الأمر، وخصوصا جيت حكيته قلت له في مساج واضح للمسيحيين وبصورة خاصة لك من السوريين ويجب التوقف والتفكير فيها، وشرحت له مطولة. انتو بتعرف انه الرئيس شمعون كان يحكي قليل، يعني يلي بيعرفوه يجب ان يوصفوه، هيدا كان يحكي قليلا، كان يسمع كتير ويحكي قليل. فسمعني مطولا، من بعد ما سمعني قال لي بتعرف يا كريم سديت معه حق باللي عم بيعمله بس مش ذكي وانا خايف عليه، اما حافظ الاسد فما معه حق باللي عم بيعمله بس ذكي بنخاف منه. هيدي كانت تعليق عنه، وعندما استرسلت يعني انا اصريت انه لابد من موقف جبهة وانه هيدي اللحظة المفيدة حتى نوثق العلاقة مع السوريين، لأن السوريين بهذه اللحظة يحتاجون إلى موقف لبناني داعما لهم في مواجهتهم مع كام ديفيد. الرئيس شمعون بيقول لي بوضوح كلي، بيقول لي يا كريم يلي بلش بكام ديفيد رح يستمر، ما حدا بقى بيقدر يوقف عملية الصلح مع إسرائيل، ونحن لبنان يجب أن لا نكون آخر من يصالح إسرائيل، نحن عنا مصلحة أن نكون جزء من المرحلة القادمة على العرب، ما نضل متعلقين بالمرحلة الماضية.
تداعيات الانقلاب الإقليمي تلاحقت. في آذار 1978 اجتاح الجيش الإسرائيلي الجنوب بعد تصاعد التوتر بينه وبين منظمة التحرير الفلسطينية، ووصلت القوات الإسرائيلية إلى حدود الليطان. قبل ذلك في شباط كشف اشتباك بين عناصر من الجيش اللبناني ووحدة عسكرية سورية في منطقة الفياضي قرب بيروت عمق التوتر الناتج عن تراكمات بينها الخلاف الطارئ بين الجبهة اللبنانية وسوريا. القوات السورية اللي كانت موجودة بالأشرفية كانت أكثر بكثير مما بتحمل الأشرفية، يعني إذا بدك إنه كان في بكل حي وبكل مفرق وبكل كوع، وين ما كان، كرم الزيتون، بساحة سيسين، في قوات سورية بشكل أكثر بكثير من الضرورة. وحصل تشنج بين الشباب، صار كل يوم يحصل حادث. وأنا بتذكر إنه يجوا خبروه للرئيس شمعون، ونحن كنا نخبره إنه يا سيدي هاي بنية صناعة، أنا كان عندي مكتب بالطابق العاشر، كل يوم شوف القوات السورية في رجمة صواريخ، كان يكشفوها يلمعوها ويرجعوا يغطوها، يعني كان بين إنه جو كتير عم بيتوتر وعم بيتشنج لآخر درجة. بذكر بهذيك المرحلة إنه الشيخ بيير جميل كان يعول كتير على نجاح الاتصالات مع السوريين وعلى بناء علاقات ثابتة ونهائية، ولكن كان في تيار آخر بالجبهة اللبنانية اللي هو كان يتزعموا الرئيس شمعون، وكان بنفس التفكير الشيخ بشير جميل إنه ما رح نقدر نوصل مع السوريين لتفاهم تام، كون الفلسطينيين مستمرين بأعمالهم العسكرية، وكون صار في هالدخول للجيش السوري وصار في تدخلات بالشؤون اللبنانية وصار في أحزاب سياسية بلبنان تتعاطف أكثر وأكثر مع هالأمر الواقع، وهالشيء عم بفسخ أكثر وأكثر ما يسمى الكيان اللبناني والدولة اللبنانية. في نيسان 1978 وعلى وقع الاشتباكات المستجدة بين القوات السورية المتمركزة في المناطق الشرقية والقوات اللبنانية، تسرب تقرير سوري يصف كميل شمعون بالخيط الرفيع الذي يربط الموارنة والجبهة اللبنانية بإسرائيل. ما كان هو شخصيا يدخل بهالعلاقة، كان داني الله يرحمه يتولى هالأمر، مثل ما كنا أنا وبشير نتولى هالأمر، مش الشيخ بيير يعني، بس كان المرات يقتضي الأمر، اقتضى الأمر مرة أنه نجمع الشيخ بيير برابين على البخرة بالبحر، الإسرائيليين يضغطوا أنه ما بده يضلوا يتعاملوا معنا نحن من الصف الثاني، يعني وين الكبار يعني، والكبار يجربوا أنه يتوقعوا هالعملية. نحن قلت لك كنا عمال مستنظرين أنه بدنا ننجبر نحمل سلاح وندافع عن البلد، ندافع عن وجودنا بالبلد وكياننا بالبلد، لأنه صرنا عم نشوف أنه في دولة ضمن دولة عم تكبر بحجم اللي هو غير مقبول، وعم تصفي هي بنهاية الأمر الدولة المسيطرة. نروح حتى نشتري سلاح نلاقي مقاطبين علينا، أو المخابرات الأمريكية أو غير مخابرات اللي هي بعلمك الصفقة خالصة، لا وإز يخفي الشخص ما عود يبين. من هون لهوني بصير في اتصال من قبل الإسرائيلي بيقول نحن مستعدين نعطيكم سلاح. كان الجواب عصفور بلا خيطه مقبول، بس عصفور بخيط غير مقبول، ونحن بحاجة لسلاح، واخدنا سلاح، وهذه كانت العلاقة. ولما نبلشوا بدهم يركبوا خيط على العصفور طشنا الخيط وقلنا لهم خطركم عصفور، فلتنا العصفور. قعد شيمون بيريز على الطاولة هون وأنا على يمينه بيحكي فرنسية ومكسر هو، شو بدكم؟ كنت أنا أخذ ليستة معي هوائية يعني مجنون، يعني شو بدنا سلاح وإلى آخره، كميات هائلة عم نطلب يعني. بقى قال لي، قلت له بالوقت نفسه أنا، قلت له بس بدك، نحن جايين والسكين على رقبتك.